سبب 6-1 ده كمان يعني طبعا كابتن حاجه خالد معلم مع جماهير النادي الاهلي بشكل كبير جدا. كابتن ده عايز اقول لكم نقطه برده بالمناسبه السته ديت واسامه كان معانا حتى حضرنا احنا كنا الماتش كان مفتوح جدا حتى التغييره الاخيره الخواجه نزل كل الناس اللي بتعرف تلعب كوره يعني كل وليد صلاح الدين ينزل يلعب في الملعب في مساحات فتلاقينا فوت اللبس فلينا خواجه قلنا مثلا هنبقى فرحانين بقى بنهيص فرحانين وبتاع جه الخواجه زعلنا كلنا قال لنا النهارده يعني انتوا الفرصه دي مش هتلاقوها تاني لازم كنت تجيبوا السكور اكتر من كده ولازم تجيبوا اعلى من كده فدي طبيعه يعني المديرين الفنيين اللي هم الواثقين اللي هم بيعرفوا الوقت امتى فدي كانت من ماتش كان طبعا حاله خاصه طبعا خالد بيبو كان متالق وبشكل كبير جدا كان سطر ساعتها كنا بنلعب كازا تشيف بطوله افريقيا خدناها اللي هي سنه 2001 السوبر الافريقي والسوبر الافريقي فبيبو كان معانا كان هو صراحه يعني كان ورق رابحه هو اللي كان بيخلص لنا الماتوشه كنا بنسلمه نقول له روح يا حبيبي هو بيعدي بسرعته طبعا طبعا مباراه تاريخيه يا احمد كمان مباراه تاريخيه يا اسامه يعني خد بالك هتفضل في تاريخ النادي الاهلي 6-1 دي مفحوره بشكل كبير جدا يعني. انت قلت لي دلوقتي من الناس اللي كنت بتعمل حسابها كابتن علي خليل صح؟ يعني كنت انت بتقعد كده 3 ايام قبل المباراه بالظبط تقعد تذاكر الكابتن علي خليل وكان من اللعيبه هو الهدافين الكبار ولعيب كمان خلوق جدا حقيقه بصراحه يعني ولعيب سريع ومهاري وكان اسرع مهاجم بيروح له جول.